ناوي اتفرج عليه جدا لانه حاجه بتمثلنا كمسلمين، فلازم اتفرج عليه وافهم احنا وصلنا لفين في الريبرزنتيشن، وافهم دايما لازم تبدا من حيث انتهى الاخر نمره 2. اتمنى له النجاح. هوليوود مش هتعمل اعمال بتعمل ريبرزنتيشن الا لو نجحت. في الاخر لازم تبقى فاهم اللي محرك العالم كله هو النجاح المادي. فعشان كده انا سعيد جدا بمونايت انه نجح نجاح مادي. اتمنى لمس مارفل، ولو اني شفت ان الحلقه الاولى كان ليها تقييم كبير جدا ثم دخل عليها ناس ريسس ناس عنصريين علشان هي بس مسلمه دمروها في التقييمات، وده طبعا حاجه سيئه جدا. ولكن هي حاجه مهمه ان الاطفال الامريكان والاطفال الغربيين يتفرجوا ويشوفوا ناس مسلمه وبيصلوا وناس عاديين وزينا زيهم، ناس عاديين واحلامهم احلامنا، وكل العيله المهاجره دي كانت نفسها انها تبقى عيله امريكيه بتحقق الحلم الامريكي. فانا نفسي اتفرج عليها وحاسس انها خطوه مهمه جدا تاكد ان هم تاثروا بمون نايت وشجاعه اللي حصل في مون نايت. وانا قلت لك المخرج بتاع بليد كلمني قال لي ان احنا هنبقى اجرأ بسبب اللي انت عملته في مون نايت.